تتأهب مناطق واسعة من جنوب شرقي أستراليا لموجة حارة تستمر لمدة أيام وتنذر بتأجيج حرائق الغابات التي تستعر في المنطقة منذ شهور. ومع استعداد عمال الإطفاء والسكان للخطر المتزايد، فتحت ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا مدته 6 أشهر لمعرفة أسباب حرائق الغابات المميتة ودراسة طريقة التعامل معها. وتعد نيو ساوث ويلز من بين أكثر ولايات أستراليا تضررا بحرائق الغابات التي دمرت أكثر من 112,000 كيلومتر مربع من الأراضي ونفوق حوالي 1,000,000 حيوان.